عندي تقرير مهم قوي. الاول بس شوف تقرير عن بيج رامي ومتابعه مستمره طبعا لكل النجاحات اللي بيعملها بيج رامي وتوقيعه لشركه انهانسد للمكملات الغذائيه. تعالوا نشوف الرساله بتاعتنا برضو على لليوم الثاني على التوالي، وبعدين هرجع اكمل كلامي مع حضراتكم لان عندي تقرير في منتهى الاهميه. نشوف الاول تقرير بيج رامي وبعدين نرجع نكمل كلامنا. انهانسد الموضوع اكبر من تعاقد بكتير. هو احنا عاملين العقد، مضينا عقد، بدينا عقد 3 سنين مع بيج رامي وديني جيمس، بس الموضوع اكبر من ان هو عقد وبس. هو زي يعني لونج ريليشن شيب، فهي تعاقد على حاجات كتيره، ان احنا ننهض بالصناعه بتاعه المكملات الغذائيه والرياضيين ومساعده الكوادر الصغيره اللي طالعه والشباب الصغير، ان هو يلاقي الدعم، ان هو يوصل ان هو يبقى بطل، او ان هو يوصل لحاجه هو عايز يوصل لها او حلم هو عايز يوصل. بعض بيخاف من المكملات الغذائيه، الاعتقاد الغلط عند بعض الناس ان هي بتتعب، مش عارف ايه، اشاعات بتحصل كتير. الحاجات دي اكيد واخده ترخيص وكل الامور ماشيه على ما يرام بالظبط يا فندم. المكملات الغذائيه زيها زي الغذاء، زيها زي الاكل، ده بيحتاج ترخيص وده بيحتاج ترخيص. اللي هياكل حاجه زياده زيها زي اللي هياخد مكملات زياده، فاللي اي حاجه الواحد بيزود عليها او بيزود عن الحد او ياخدها من غير اشراف، زي ما مثلا بيبقى طفل صغير بتقعد تاكله شوكولاته كتير، تاكله شوكولاته كتير، ده من غير اشراف، فبيضطر طبعا بتسبب اضرار وبتسبب حاجات كتيره جدا. لكن احنا في شركه انهانس دايما بنركز ان احنا نستخدم مواد كويسه جدا وعاليه الجوده عشان ما يبقاش في اي اضرار ولا في اي حاجه ولا في اي سايد افكت. بطلنا بيج رامي، بطل مستر اولمبيك، لماذا اخترت اولا شركه انهانس؟ شوف، احنا في الفترة اللي فاتت كان عندنا اكتر من عقد، ما هو الحمد لله متوفر ليا يعني من فضل ربنا الاول، بس احنا في الاول اخر كان اتفاق ان انا بما اني موجود في مصر، انا كان ليا شوية حاجات طالبها من كل الشركات اللي بتتفاوض معايا، ان احنا عايزين يبقى في دعم للشباب اللي موجودين في مصر. يعني ازاي نختار في وقت قريب او في وقت قليل مجموعة من الشباب ان احنا نقدر ندعمهم علشان يبقى عندنا بصراحة أكتر من رامي وأكتر من حد ناجح في مجاله يعني. فاحنا قلنا احنا مش بس بنختار الناس اللي موجودين في مجال كمال أجسام، كل حد موهوب في الرياضة إن شاء الله نقدر ندعمه، إن شاء الله في الفترة اللي جاية هيبقى موجود معانا. في إحصائية طلعت بعد حصول بيج رامي على بطل مستر أولمبيك، الجيمات في مصر يعني اللي هي كمان المسؤول عن الأجسام وكمال الأجسام انتشرت بنسبة 50 أو 60% أكتر ما هي موجودة. والله اتمنى في الاول والاخر يعني اتمنى قاعده اللعبه دي، بما اني واحد في لعبه كمال الاجسام، واتمنى الرياضه بشكل عام تبقى توجه عام للبلد. يعني هو ده الاصل في الموضوع. انا نفسي كمان مش بس كمال الاجسام، تبقى مصر كلها بتلعب رياضه.